غرابة 4000 سجين بحراني يرزحون في معتقلات آل خليفة سيئة الصيت. الظلم الخليفي لم يستثني طفلا ولا شابا ولا شيخا ولا امرأة، إذ وزع الخليفيون ظلمهم على مختلف شرائح البحرانيين. أقول لا يستحل أطبق على المسواك، طلقني وضربني على يدي. ضربني. جريمة البحرانيين مطالبتهم بحقوقهم المشروعة في العيش بكرامة في أرض أجدادهم التي استباحها الخليفيون الغزاة. عائلة آل خليفة قمعت الثورة التي اندلعت في 14 من فبراير عام 2011 بكل قسوة، فاستشهد العشرات واعتقل الآلاف، وأجبر آخرون على العيش في المنافي، فيما أضحى آخرون غرباء في وطنهم بعد أن جردهم الخليفيون من جنسياتهم. الأحكام القرقوشية التي أصدرتها محاكم التفتيش الخليفية فاقت كل التوقعات، وتراوحت بين الإعدام وأحكام السجن المطولة. أحد هؤلاء الأحرار الذين صدرت بحقهم مثل تلك الأحكام هو الشاب أكبر علي من البلاد القديم، والذي بلغ من العمر 21 عاما بعد 4 سنوات من الاعتقال. كسرتم قيد السجان. 64 عاما من السجن هبة الأحكام التي صدرت بحقه بتهمة المشاركة في الاحتجاجات. اعتقل وهو طفل وتعرض لتعذيب يعجز القلم عن وصفه، حتى أصيب بانهيار نفسي تطلب نقله مؤخرا من معتقله إلى مستشفى الطب النفسي. والد المعتقل أكبر علي المحكوم 64 سنة، وأحضر هذه المسيرات للمطالبة بالإفراج عن ولدي وعن باقي جميع المعتقلين. وهاي اللي تشوفونها صورة أكبر حضرت بها في كذا مسيرة، وكل مرة أضطر أغير الملصق مال الأحكام. شاب قضى الخليفيون على أحلامه في الحياة، وتركوا أمه المصدومة تعيش الحيرة والذهول على فلذة كبدها الذي يهوي كورق الأشجار في فصل الخريف. ظلم بلا حدود من قلوب قاسية لا تعرف الرحمة، فكيف يراهن على إصلاحها عاقل أو رشيد؟